نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة أسيوط مؤتمرا حاشدا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. شهد المؤتمر إقبالا كبيرا من أهالي أسيوط، خاصة الشباب والسيدات، كما حرص الأطفال على رفع أعلام مصر وفلسطين خلال هذا المؤتمر. هذا واستعرض المؤتمر إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في السنوات الماضية، وكذلك حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. مهم جدا ان احنا نقدم رساله توعيه للناس، نعرفهم حجم التحديات والمخاطر اللي مصر بتمر بيها دلوقتي في المرحله دي، تاكد عليهم ان احنا لازم نبقى في المرحله دي كلنا على قلب رجل واحد خلف قيادتنا السياسيه وخلف قواتنا المسلحه عشان نقدر نعدي ونعبر هذه المرحله، وفي نفس الوقت نبعت برساله طمانه للناس كلها ونقول لهم يعني ياما دقت على الراس طبول زي ما بيقولوا، يعني مصر ياما مرت بظروف اصعب كتير قوي من اللي احنا بنمر بيها وقدرنا نعبرها بترابطنا وتكاتفنا مع بعض. احنا كتحالف وطني لا يقتصر الامر على الدعوه فقط للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، ولكن احنا بننطلق من جمله سيادته اللي هي قالها في حكايه وطن في العاصمه الاداريه، ان هو بيدعو كل الشعب المصري الى المشاركه الايجابيه في الانتخابات الرئاسيه القادمه. اعطي الصوت لمن ترغب ولمن تشاء، المهم ان احنا كشعب نشارك بايجابيه وبفعاليه في هذه الانتخابات. دي دعوه للتشارك ودعوه ل مبايعة السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، دي الدعم والمساندة لإنجازات السيد الرئيس اللي تمت في الفترة الماضية واللي احنا أيضا بنطالب بها بالمزيد في الفترة القادمة بإذن الله تعالى. إذا كنا بنوجه رسالة للرئيس بالمزيد من الإنجازات، فإحنا بندعو أيضا الشعب الأسيوطي بأنه يخرج الجميع إلى صناديق الاختراع وإلى إظهار الصورة الحضارية للدولة المصرية. الصورة بتتحدث عن نفسها، الصورة حب وتأييد، كله جاي من منطلق الوطنية وحب البلده. أتمنى للتحالف الوطني التوفيق، أتمنى السداد، وفي الظروف الصعبة اللي بتمر بها البلد كلنا ثقتنا في سيادة الرئيس. إن شاء الله مصر محفوظة، إن شاء الله مصر في تقدم بأبنائها المخلصين.